السلام عليكم. راح اشرح بهذا الفيديو الدرس السادس لمادة الحاسوب الصف التاسع الدوال والاقترانات الجاهزة. احنا عرفنا يا تاسع انه في برنامج الجداول الالكترونية بيسهل علي التعامل مع البيانات الرقمية واجراء العمليات الحسابية، وايضا بوفر لي مكتبة كبيرة من الاقترانات الدوال اللي هي عبارة عن معادلات جاهزة سواء كانت هاي رياضية أو إحصائية أو مالية. من الدوال اللي رح نتعرف عليها في هذا الدرس اللي هي أول دالة، دالة الجمع التلقائي سم، اللي بتسهل علي إيجاد مجموع القيم في عدد كبير من الخلايا. الدالة الثانية اللي هي دالة المتوسط average أو المعدل، بتسهل علي إيجاد المتوسط الحسابي للقيم في عدد كبير من الخلايا. والدالة الثالثة اللي رح أتعرف عليها اللي هي دالة العد count، بتعمل دالة العد على حساب عدد الخلايا اللي بتحتوي على أرقام أو الخلايا رقمية البيانات. لحتى نتعرف بالتفصيل على كل دالة من هاي الدوال رح نطبق النشاط أو المثال التالي. بهذا المثال في عندي أنا مدرسة قامت بإجراء انتخابات للمجلس الطلاب، وحصل كل طالب من طلاب الصف التاسع على أصوات. فأنا بهذا الدرس بدي أتعرف على أو أفرز هاي النتائج من خلال برنامج الجداول الإلكترونية. بدي مجموع الأصوات لكل طالب من الطلاب، وبدي معدل التصويت لكل طالب من الطلاب، وعدد الخلايا رقمية البيانات لكل طالب من هدول الطلاب. طيب لإجراء أول إشي بدي مجموع الأصوات للطالب طلال محمد. فأول خطوة رح أعملها إني أحدد المدى اللي بدي يجمع لي بياناته، يعني بدي أحدد الخلايا اللي بدي يجمع لي محتواها. فبدي من الخلية C2 للخلية G2، ورح أضيف عليهم الخلية H2 اللي بدي تظهر فيها النتيجة. إذن أنا حددت مدى أفقي من C2 لH2 اللي هي الخلية اللي رح يظهر لي، الخلية H2 اللي رح يظهر لي فيها النتيجة. بعدها من تبويب الصفحة الرئيسية رح أنتقل للأداة جمع تلقائي، بنقر على السهم المجاور لإلها وبختار الأمر المجموع. فبلاحظ انه ظهر عندي مجموع الاصوات اللي حصل عليها الطالب طلال محمد، اللي هي مجموع القيم من الخلية C2 للخلية G2. لو انتبهت على شريط الصيغة بلاحظ انه ظهرت عندي المعادلة او الاقتران اللي هو equal sum من C2 ل G2. لا طيب انا بدي يظهر لي المجموع لجميع الطلاب، بدي يظهر لي المجموع لجميع الطلاب اللي ترشحوا للانتخابات. فبعمل فقط على نسخ المعادلة. كيف بدي انسخ المعادلة؟ بحرك مؤشر الفأرة بزاوية الخلية لحتى يصبح على شكل زائد، وبعمل على عملية السحب. فهي ظهر عندي مجموع الأصوات لكل طالب من الطلاب المرشحين للانتخابات. طيب الأمر الثاني اللي بدي أتعرف عليه أو بدي أحصل عليه للطلاب اللي هو معدل التصويت. لحتى أحصل على معدل التصويت بدي تظهر النتيجة بالخلية I2، فبحدد الخلية I2. بعدين بنتقل من تبويب الصفحة الرئيسية لأداة جمع تلقائي، بنقر على السهم المجاور لإلها وبختار الأمر المتوسط. فهون هاي بدي يظهر لي المتوسط، بحدد الخلايا اللي بدي يظهر لي فيها المتوسط أو بدي يحسب لي فيها المتوسط. فبدي المتوسط يظهر متوسط الخلايا من C2 لG2، فبحددهم. هاي هون تغير عندي شكل المعادلة equal average من C2 لG2. بضغط على مفتاح انتر بظهر عندي معدل التصويت للطالب طلال محمد. طيب لو بدي لجميع الطلاب بعمل على النسخ، بستنى لما يصير شكل المؤشر او بحرك لحتى يصير شكل المؤشر على شكل زائد، وبعمل على عملية السحب. فظهر عندي معدل التصويت لكل طالب من الطلاب المرشحين للانتخابات. اخر امر بدنا نتعرف عليه اللي هو عدد الخلايا رقمية البيانات. بدي يظهر عندي عدد الخلايا رقمية البيانات، فرح استخدم الاداة count.
أول خطوة بعملها اللي هي إني بحدد الخلية اللي بدي تظهر فيها النتيجة، اللي هي الخلية C14، هي خلية C14. بعدين بانتقل ل هون رح انتقل لأداة إدراج دالة اللي هي موجودة عند شريط الصيغة، هي هون إدراج دالة. بختار فئة إحصاء count، لأنه الكاونت العد من فئة إحصاء. أي هون في عندي أكثر من فئة، أنا رح أختار فئة إحصاء. بعدين بنزل هون في عندي عدة دوال، طبعا برنامج جداول إلكترونية بيحتوي على عدد كبير من الدوال. بختار الدالة count، بنقر على زر موافق، بحدد الخلايا اللي بدي يعد لي كم القيم الرقمية الموجودة فيها. فأنا بدي يظهر لي مثلا لكل هاي الخلايا يعد لي إياها اللي هي الرقمية من C2 لحد I11. بعدها بنقر على زر موافق، فبلاحظ انه ظهرت عندي النتيجة انه عدد الخلايا 70. هون عندي بالكتاب هو حدد لي عدد اقل من الخلايا، يعني انا لو بدي احدد مثلا بدي اغير التحديد، نرجع ندرج دالة كاونت من ادراج FX من شريط الصيغة، بدي احدد الخلايا من بس نتائج التصويت هدول من هذا المدى العام من C2 ل G11. بعدها راح انقر على موافق، فبظهر عندي عدد الخلايا الرقمية 50 خلية. بهيك بكون وضحنا جميع الدوال المذكورة بالدرس. ان شاء الله نكون درس واضح بالنسبة لكم، يعطيكم ألف عافية.